الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وعموما في ولاية الشمال الغربي حصاد الحبوب، حصاد القمح، حصاد الشعير في أي ظروف ينطلق نجم نقولوا موسم الحصاد السنوي. موسم الحصاد العام هذا هو الحقيقة جانا في ظروف صعبة ياسر، ظروف الجفاف، ظروف اللي معناها فعلا زيادة اللي زادونا في الأسمدة ما نعطوها لنا هدية مع الجفاف، معناها واللي يبين لك معناها إذا كان نحكيو اليوم على وضع الفلاح ونحكيو عن الفلاحة كقطاع استراتيجي اللي يتبين الآن بالكاشف بأنه الفلاح مهمش بل الفلاحة مهمشة، معناها ما تسميش حتى أدنى اعتبار. الصناعة عانينا من الجفاف، عانينا من الجفاف حتى في المناطق الصحية نفسها لأنه البراجات ما فيهاش ماء، عانينا معناها من الأمراض، عانينا معناها من نقص في المردودية، ولكن مش هذا فقط، أنه نجيو معناها في قبل الموسم بل في بداية الموسم يعني تقريبا مع 13 ماي ويعلن على الزيادة معناها في الأسمدة وفي غيرها، معناها وقت اللي نلقاو الفلاح مجاه والفلاح معناها كما نقولها قاسي ويعاني نزيدوه اليوم على معناها أكثر معناها مصايب أخرى أنه نزيدوا في الرفع. اثنين أنه لحد الآن ما خرجش معناها القرار معناها في المناطق المجاحة معناها إسناد معناها شهائد الإجاحة اللي هي على ضوءها أنه يقع معناها إعادة جدولة الديون. إعادة جدولة الديون اليوم ما صارتش وما هيش بالسير في وقتها، خايفين لأن تصير لنا كما السنة الفارطة يعطيونا شهيد الإجاحة في أوت ولا في سبتمبر، معناها في الآخر ما نعملوا بها حتى شيء، البنكة شوية تنعمل تتحط تمشي، وهذا اللي قاعد نسمعوا فيه بكري وتسمعوا في الفلاحة بأنه قاعد يشجع في التهريب ويشجع في السوق الموازي. شفت قرارات الدولة في بعض الأحيان هي اللي تشجع على قرار على السوق الموازية وتشجع على التهريب، لأن وقت اللي الفلاح يلقى روحه حقه اللي هي شهادة الإجاحة، حقه اللي هي إعادة الجدولة ما يتمتعش به ويقع التأخير معناها في إنجازه يتلز للسوق الموازي. التقديرات قد إيش عبد المجيد؟ التقديرات السابقة بالنسبة للصابة نتاع السنة معناها التقديرات معناها أنا ما هيش مشروطة نتاع مناو، ما هيش مشروطة معناها نتاع مناو، هما مناو اللي يقولوا 14 معناها ممكن 14 مليون، لكن السنة معناها المجمعة أقل راهو، لا لا راهو ثم فرق بين أنه معناها نحكيو على الصابة وهذه إشكال آخر لأنه ديما نقدروا الصابة مثلا ب 14 راهو المجمعة تقاها في 6 7 السنة معناها نفس الشيء، وبالتالي حتى العام هذا معناها بكري معناها في بعض المناطق المجاحة معناها وقت اللي نحكيو على معدل الإنتاج اللي كان معناها تقريبا نحكيو على بين 17 و20 في المناطق معناها بين 17 و20 معناها مليون قنطار عفوا في الهكتار، السنة هبطت حتى للخمسة. مسألة التعيير مسألة بالحق معناها حساسة جدا لأنه الفلاح يخلص وفق معناها نتائج التعيير، وفق نتائج التعيير، وقت اللي نقولوا أنه وفق نتائج التعيير، أنتم شفتوا بكري سألنا سؤال قلنا عملناه الوقت اللي وقعت معناها الكونتر ريفيل معناها الكونتر اكسبرتيز إعادة معناها نتاع التعيير، معناها لقاو 40% اللي هي نسبة الخطأ. تخيلوا انتم المخابر وتعمل نسبة خطأ ب 40%، اش من زاد من مصداقية لهالمخابر هذه، وبالتالي هنا زاد إشكال آخر للفلاح، وإحنا من هنا ومضى بيا هذا زاد دوركم انتم كرجال إعلام أنكم تحسوا الفلاحة إلى أنهم فعلا يحرصوا على حقهم ويحرصوا على إعادة التعيير وهذا حق مضمون لهم.